سكنة أكادير دوتنا خاصة بالانخراط الفعلي والكثيف من أجل إنجاح العملية حتى نتمكنوا من واحد المناعة جماعية اللي غترجعنا للحياة العادية سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الصحي منه. دكتور، ماذا عن المراكز التقييم في العالم القروي؟ المراكز هذه كيف قلت لكم في المراحل الاولى بدينا بهاد 19 مرحله، وبطبيعه الحال في الاسابيع القادمه الاسبوع القادم غيكون بطبيعه الحال توسيع النقاط ديال المراكز، واللي بطبيعه الحال غادي تشمل العالم القروي. وبالنسبه للعالم القروي تم توفير جوج ديال طرق باش التلقيح. هناك التلقيح في المراكز القاره، وخصوصا غيتم التلقيح عن طريق الوحدات المتنقله. هذا لماذا؟ لاستهداف هاد الناس، وكذلك من اجل تقريب خصوصا هذا اللقاح هذا لهاد الناس اللي تيسكنوا بعاد وفي العالم القروي، وخصوصا في المناطق الجبليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.